البعثة الإسرائيلية حضرة العميد تقول أن زعيم حماس في غزة يلتقي محتجزين السنوار طبعا محتجزين إسرائيليين في أحد الأنفاق ويطمئنهم على مصيرهم. يعني إلى هذا الحد قادة حماس وزعيم حماس يحيى سنوار يتحرك بكل هذه السهولة ويزور الأنفاق ويطلع على أحوال المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. نعلم أنه الآن في هدنة كاملة وهناك التزام من كلا الطرفين وحتى من الطرف الإسرائيلي، ولكن إلى أي مدى حقيقة حماس حتى الآن قادرة على قيادة هذه المعركة في قطاع غزة برأيك من الناحية العسكرية؟ يعني كما قلنا أنه أضافت إسرائيل من خلال تدميرها للمباني في حركة حماس بعدا إضافيا لعناصر حماس للقتال. يعني كان عناصر حماس يقاتلون فوق الأرض وتحت الأرض، أتى هذا الدمار ليشكل بنية وسيطة ما بين الأنفاق وما بين المواقع العسكرية فوق الأرض، وبالتالي زاد مهمة الجيش الإسرائيلي تعقيدا. يعني دمرت إسرائيل القطاع دون التفكير فعلا في طبيعة وشكل نظام المعركة لدى الفريق الآخر. أما إذا عدنا إلى السنوار فاليوم يعني طبعا تحاول حركة حماس من خلال حتى ما رأيناه، يعني تسليم القيام عناصر من حماس بتسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الجهات الإسرائيلية وهم بكامل عتادهم وبكل هذه الأريحية. الآن يعني تستثمر حركة حماس في نتائج المعركة، تريد أن تقول للأسرى الإسرائيليين الذين ربما تعاملت معهم بطريقة أخلاقية جدا أن اليوم ترك ذلك أثرا كبيرا وسيترك هذا أثر كبير على التعبئة التي تحاول إسرائيل يعني تجييشها للقتال عندما يعود أولئك الأسرى لينقلوا لذويهم طريقة التعامل الحسنة التي قبلوا بها، رعايتهم الصحية، تقديم الطعام لهم، وفي النهاية يعني العودة من الأسر بخلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق سراحهم إسرائيل والذين أساسا تحتجزهم ظلما لمدة طويلة دون محاكمة، تمارس عليهم كل أنواع القمع والتعذيب وتقتل أهلهم وتصادر أراضيهم. وبالتالي هناك ليس أزمة يعني فقط عسكرية بينما تقوم به حماس وما قامت به إسرائيل بالمقارنة، ولكن هناك أزمة أخلاقية تتكرس كذلك بين يعني من تتهمهم إسرائيل بأنهم إرهابيون، كيف يتعاملون مع أسراهم وكيف يحترمون قوانين الحرب ويتعاملون وفقا لقانون الدولة.